السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بعث الجيم ستوب. النهاردة هنلعب لعبة أمونج أس، أو يعتبر الفيديو عنها، لكن مسحت الفيديو بكل ذكاء، فحاول النهاردة أعمل فيديو جديد عن أمونج أس ونلعب دور جديد ونشوف. هنلعب النهاردة 4 أدوار، دور منهم يعني علق، هنلعب 5 أدوار إن شاء الله. فنبدأ أول دور في مجموعة عمر، نجرب نلعب مع ناس عربية شوية. أول ما دخلنا نخش مع ناس، أول ما دخلنا نبدأ. يا ترى أنا المجرم ولا المحقق؟ أنا المحقق كالعادة، أكتر حاجة بكرهها في حياتي أبو المحقق. من كده مفيش حد، من كده مفيش حد، عايز أعمل الحاجة بتاعتي. الحق اذا انا شفت حاجة. هو العين مش انا شي. لا مين سونو علم على مين؟ طيب علم على ده. ما خلاص دخلنا، لا النت قطع، لا خسرنا، افرض ما اعرفش اللي حصل، الشاشة بقت سودا. نقعكم في ال ان القطاع عند المجرمين التلاتة دول. نرجعكم في الدور الجاي يا شباب. نرجع لكم يا شباب في الدور التاني، نشوف اللي هيحصل فيه. بعد ما كان دور اول النت قطع من المجرمين، او باين حصل اللي انا لقيت، اللي انا واحد بس محقق، احنا 2 عايشين وباقي كلهم مجرمين، الثلاثة باقيين مجرمين. نبدأ بقى كمحقق تاني، نفسي اطلع مجرم يا ناس. نعمل كده تحريات كلب، نعمل نقول رد محقق كونان. مين جلين؟ مش انا رد، انا مين اصلا جلين؟ ماشي مين؟ يلا الله يطلع. لا اعتقدش ده بيقول مصطفى، والله بحس انه عرب بس. ما حدش مش راضي، مش راضي يعمل فوت ويقول مين المجرم. تعرف غير ممكن بوتر اعمل حاجة تتحرك. طيب يا اخي بصور انجز،
أخيرا هو اللي طلع ساعتنا في عيشتنا، ويطلع هو المجرم زي ما أنا قلت. آخر دور يا جماعة نلعبه الجاي ده زي ما أنا قلت الريد، شفتوا؟ يلا يا جماعة أرجعلكوا في الدور الجاي، ويبقى آخر دور إن شاء الله. نرجع لكم الشباب في الدور الأخير اللي هو التالت، واطلع محقق برضو يا رب ارحمني. نجرب بقى نلعب كده، يعني لو الدور ده طلع كمان مش حلو يا جماعة اعذروني، ان معرفش اللعبة عمالة تعلق والناس عمالة احيانا بتطلع زي كده دلوقتي. انا كده هضطر ادخل لكم دور كمان، خش دور كمان وارجع لكم. نرجع لكم يا شباب في الدور الأخير، ونفس الكلام محقق، أنا كان مرادي مجرم واحد، قلت أخليها مجرم واحد عشان معدش كل شوية واحد يطلع ندور. حاجة بتقولي البينج، وإنه أنا كده مش شايف حاجة، اتس لايت أنا اللي بعملها، ماشي، تيجي من هنا كده. انا جاي جاي يا عبد الانوار، جاي يا عبد الانوار، جاي مزلوك. شكرا، هذا صلحنا كده، انا شايف حاجه. في واحد انا ماشي، اوعى قاعدين مفيش حاجة عمالة انا البني ده بيجري ورايا ليه؟ رد لو انا صح؟ يا كذاب يا كذاب، والله ما انا يا ناس، والله ما انا مش قادر اصوت عن نفسي، الاغبياء طلعوني. ماشي، وكده ننهي الفيديو يا جماعة بالخروج الخايب ده اللي طلعوني عن نسبة ايه معرفش. كده يكون ده في فيديو النهاردة، هيكون بس فيه يعني حبة حاجات غريبة بسبب النت الوحش والناس اللي عمالة تطلع والناس اللي عمالة تصوت عليا من دون ما أنا أعمل حاجة. ويلا يلا شغال كده بس. ألو ألو جديد، ويلا سلام. I never really knew that she could dance like